حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل دولارا و20 سنتا لتصل إلى 85 دولارا و26 سنتا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط دولارا و20 سنتا أيضا لتصل إلى 88 دولارا و46 سنتا للبرميل الواحد. وانخفضت أسعار النفط العالمي حيث تغلبت المخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي وسط توقعات بتأجيل تخفيض أسعار الفائدة على المخاوف بشأن خطر توسيع الصراع في الشرق الأوسط. حل العراق في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للمنتجات الغذائية والزراعية الإيرانية، حيث بلغت قيمة ما استورده العراق خلال العام الماضي نحو 2 مليار دولار. وقال مراقبون أن تبعية العراق لإيران في مجال استيراد المواد الأساسية والسلع الاستراتيجية لا يخلو من بعد سياسي يتمثل في هيمنة القوى والأحزاب السياسية المرتبطة بإيران على جميع مفاصل الدولة، مشيرين إلى أن كثيرا من تلك القوى والأحزاب تدفع باتجاه مواصلة استيراد مختلف السلع والمواد من إيران بدل إنتاجها محليا، على الرغم من توفر الوسائل والظروف الملائمة لذلك. كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري عن توقف عشرات المعامل والمصانع، إضافة لتسريح عشرات العمال مجددا بذريعة غلاء أسعار الكهرباء في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري. وأكد مراقبون أن هذا الأمر تسبب بهجرة الكثير من الصناعيين في حلب. في وقت سابق أقرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن من أسباب الهجرة عدم توفير الطاقة لتشغيل المصانع وبعض الإشكاليات المتعلقة بالتصدير والجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية. أثار إعلان الحكومة البريطانية عن رسومها الحدودية الجديدة أثار مخاوف كبيرة بشأن كيفية تأثير هذه الرسوم على مختلف قطاعات الاقتصاد وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن تفرض رسوم المستخدم المشترك على السلع على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة بهدف تحويل الضوابط الحدودية الجديدة، وأن تفرض هذه الرسوم على جميع السلع ذات الأصل النباتي والحيواني التي تدخل المملكة المتحدة اعتبارا من 30 من شهر نيسان الجاري. كشف تقرير حديث صادر عن المؤسسة الدولية لتمويل التنمية أن ما يقرب من نصف سكان العالم يقيمون في دول تتجاوز خدمة الديون فيها الإنفاق على الرعاية الاجتماعية الأساسية. وبحسب التقرير فقد ارتفعت مدفوعات خدمة الديون في البلدان المنخفضة الدخل بشكل كبير، حيث تجاوزت ضعف الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة. يمثل هذا السيناريو أسوأ أزمة ديون منذ بدء السجلات العالمية وفقا لمنظمة ريد فلاغ التي علقت على التقرير الذي عكس صورة قاتمة للضائقة المالية التي تعاني منها مساحات شاسعة من العالم. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.